تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم في هذا البث المشترك بين الحسابين في التيك توك. صباح النور عليكم كاملين. إذا ندعوك إن شاء الله للناس اللي يتابعونا على مستوى هذا الحساب باش يتحولوا لحسابنا الرئيسي، اللي هو الحساب اللي أشناه تقريبا حوالي 4 أيام، واللي كنا ممنوعين فيه من خاصية البث. مرحبا وسهلا. لا تليتو تقلعوا لي ستيلو. إذا من فضلكم لا تم تقلعوا ستيلو، خفوا عليهم شوي، خفوا على الناس شوي. إذا أدعو المشاهدين اللي معانا في هذا الحساب باش يتحولوا للحساب الثاني اللي هو تحت اسم محمد راضي الليلي بنفس الاسم، اشتركوا فيه من فضلكم، هذا تحاولوا تنضموا له وكثروا من اللي لايك باش نلحقوا 50 ألف، لأن المرة اللي فاتت منعنا من البث المباشر فيه بسبب التبليغات، يعني حتى درجة أنه انقطع اللايف. مرحبا وسهلا. إذا شكرا شكرا زين العابدين. إذا انضموا للحساب الثاني وكثروا لي لايك باش نلحقوا 50 ألف، ونبدأ إن شاء الله وابتداء من اليوم اللي ينتمون نتواصلوا في هذا اللايف، في هذا الحساب. طبعا لي موديراتور ومن جعفر لا موديراتريس، تكلفين بالعياش اصحاب الشخصنة واصحاب الكلام الساقط. إذا هون 113 مشاهد وهون 351. إذا حاولوا على أنكم يا الإخوة اللي هون تنتقلوا للحساب الثاني. جبال قادمون، ممكن تسلمين على ماما إن شاء الله. عزيز كذلك، عزيز موسي ممكن تسلم على ماما إن شاء الله. يمكن ماك عارف شنية تسلم على ماما، ولكن المهم اللي تعرف لك حالا شنية تسلم على ماما. سلم لي على ماما. آمال ممكن كذلك أنت تسلمي كذلك على ماما. الحساب الثاني هو محمد راضي الليلي بنفس الاسم كيف ما يكتب بالفرنسية. إذا الناس اللي معنا في هذا الحساب يتحولوا للحساب الثاني. عبد الله التازة ممكن كذلك تسلم لي على ماما. لاكوين ممكن كذلك حتى أنت تسلمين على ماما. يوزر كذلك سلمنا على ماما. طارق كذلك تماما. إذا لي موديراتور كيف قلت لكم سلموا لي على ماما، دائما سلموا لي عليهم. عبد الله تماما تماما. إذا نلحقوا 50 ألف ونبدأ إن شاء الله. الحساب الثاني محمد راضي الليلي بالفرنسية كيف ما يكتب الحساب. مبارك الله حالا. مبارك يدك لهم دائما هذوك. دافع على راسي، سارق لك دارك. العياش بساكي، سدافع على راسك بساكي. نحن هنا نناقش موضوع، إن قالوا موضوع الصحراء الغربية. هذه الصحراء الغربية يقولوا لها العياش الصحراء المغربية. احنا نتيحوا لكم فرصة مساحة باش تثبتون بأنها مغربية قبل 75. سؤال واضح
ما كاين هون لا تدافع على راسك ولا تدافع على أقدامك. هون إذا كنت مؤهلا باش ترد على الطرح اللي نقال له الصحراء الغربية، مرحبا وسهلا. ما هو عندك لا إله إلا الله، هو ما هو عند الحسن الثاني، ولا هو عند محمد السادس، ولا هو عند المخابرات المغربية، ولا هو عند الشعب المغربي، ولا هو عند الدكاترة المغاربة، ولكن إلى عاد عندك أعطينا تمام تدخلت. مرحبا وسهلا. إذا نتحولوا كيف قلنا لهذا الحساب، حاولوا على انكم تكبسوا، رانا في 600 وتقريبا 700، نحن في 700 مشاهد ومشاهدة. الناس اللي معنا في هذا الحساب يتحولوا للحساب الثاني. إذا لمودراتور ان شاء الله لا يتكلفوا ب سلمني على ماما. دائما بوشعيب ان شاء الله سلم لي على ماما. كذلك سلمنا على ماما. دريميزة مرحبا وسهلا. اذا تحولوا للحساب الثاني، رانا في 704 وان شاء الله نبداو بعد الوصول الى 50,000. عماد سلمني على ماما تماما ان شاء الله. ابراهيم سلم لي على ماما. نذكركم مرة أخرى على أننا هنا نطرح سؤالا عريضا، هل الصحراء مغربية؟ إذا كانت مغربية أعطينا بماذا هي مغربية قبل 75. إذا إن شاء الله بعد قليل نقفل هذا الحساب باش ما هذاك العدد، ما بالضبط بالضبط هذاك العدد اللي تكلمت عنه، ماني عندي له تأكيد باش نعود واضح معك. الهروب موجود من الجيش المغربي، ولكن يعني حد يقول لك بأنه راهو فعلا هذاك العدد، من يعرف؟ من أراد الخبر يتحمل مسؤوليته فيه. إذا لا نغلق هذا اللايف ونتحول إن شاء الله لللايف الثاني. مو كذلك سلمنا على ماما. اهلا وسهلا اخ فتحي، مرحبا وسهلا. اذا كيف قلنا نطرح سؤال عريض مازال ما جاوبنا عليه حد من المغاربه بشكل مقنع، هو هل هذه الصحراء مغربيه؟ اعطينا باش قبل 75 بماذا هي مغربيه. مرحبا وسهلا لكم شريف واخيرت. إذا في هذا الحساب استرجعنا خاصية البث بعد هجمة شرسة نفذت من طرف العياشة في المرة الماضية، طيحت اللايف ومنعتنا من البث المباشر لمدة أسبوع. زياني سلمني على ماما. نزهة نسلمي لي كذلك على ماما. احنا ما نبغون نبلوكو حد، احنا نبغون نرحبوا بالجميع، يجي مرحبا بي وسهلا، لكن لا بد من الاحترام. عندنا موضوع يلزم الناس تلتزم بالموضوع. تدخلت مرحبا وسهلا. اذا كبسوا كبسوا من فضلكم.
فوز دائما كيف قلنا الأسئلة المشخصنة صاحبها يجد نفسه خارج الحساب، ما نبلوكو ما يبقى لنا حد في اللايف، ولا ما بقى لنا حد في اللايف مثلا، ايش لا يوقع مثلا، ايش لا يوقع، ما فائدة العياش مثلا؟ العياش ما فائدته؟ راه هو اصلا مثقل على الكرة الأرضية، العياش لا قيمة له، العياش مسكين ما تديه قاعد تطرحوه، ما نعرف منين تطرحوه في الجنة، ما عنده قيمة مسكين. اللي مفيد هو اللي يناقش ويعطي الحجج واللي يعطي الأدلة في موضوع معين، هو اللي مسكين ما عنده. كيف هذه نادى جو جوجتك كات كاتكك؟ مسكين مسكين، مساكين انتم والله، اللي مساكين مساكين والله، جهلاء، سهل يدوخكم، دوخكم المخابرات بنص ارتيكل، تكتب لكم نص ارتيكل دوخهم. جدتك، عمتك، خالتك، رشيد راك تحكم على راسك بي، شنو نعطيك لك ليلي؟ عبد السلام، شنو نعدو لك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا كيف قلت لك، احنا ما بغيناك تمشي لمزبلة الصفحة، ولكن انت تختار مزبلة الصفحة. اذا رانا في حاجة الى 24000 لايك. حنان، شين عدلوا لك؟ كما قلنا لكم، لا تصدعوا روسكم، لا تصدعوا روسكم. احنا رانا فاكسين، عندنا الفاكسن، عندنا الفاكسن. يوزر، شين عدلوا لك؟ لا اله الا الله. سالفاتور، لا اله الا الله، شين عدلوا لك؟ صلاح، صلاح، ليش نعدلوا لك؟ لا اله الا الله، حكمت على راسك. نور، زعيم، لا اله الا الله، ما حكمت على راسك. حكيم، كيف قلت لك، حكمت على راسك. لي موديراتور، كيف قلت لكم، ما تحر تحينوا، تحر تحنوا فيهم بتاتا. سؤالنا العريض، وجدونا، يلا وجدونا الأجوبة، جيبوا وجدونا الأجوبة، وجدونا الأجوبة. إذا كنتم تقولون بأن الصحراء مغربية قبل 75، وجدونا الجواب. إذا رانا في 31000 جيم، 50000 نبدأ إن شاء الله. فاطمة الزهراء، لا اله الا الله، سفيان اصيل تحياتي. اذا رانا في انتظار 50000 لايك ونبدا ان شاء الله. يوز، لا اله الا الله، شين عدو لك؟ ما هم ما يستفدوا، العياش ما يستفد اصلا. بلال، مرحبا وسهلا. البينة على المدعي. لو كان سيدك الحسن الثاني عنده دليل على مغربية الصحراء لحل المشكلة قبل أن يتوفى. لو كان سيدك الحسن الثاني عنده دليل على مغربية الصحراء تحل المشكلة، ما خلاها لولده محمد السادس، ولكن لا الحسن الثاني ولا محمد السادس يملك الجواب، ولكن انتما طارت معزة، طارت معزة، ايوا طارت معزه. اش نقول لكم؟ لا اله الا الله، طارت معزه، صاراكم مع معزتكم، تمسكوا بمعزتكم، لا تفرطوا في معزتكم. اذا رانا في 38000. طاير الهنون، مرحبا وسهلا. خالد، اذا رانا في 40000.
أحمد، نعم، لأنك تعترف بأن الحسن الثاني كان ديكتاتورا، كان ملكا يعدم. علاوي تحياتي، إذن بعد قليل نبدأ إن شاء الله. سارك بالعيد، مرحبا وسهلا والله عبد اللطيف. إذا قريبون من 50,000 جاي إن شاء الله. نبدأ سالكم. شكرا شكرا، مالك، مرحبا وسهلا سالمة. مع السلامة، سلمينا على ماما، سلمينا على ماما. أحمد قامرة، سلمنا كذلك على ماما. أنتم تظلمون أنفسكم، من يظلم نفسه شيء نعدل له. أنتم تظلمون أنفسكم، إحنا نطرح عليكم سؤال عريض، هو إذا كانت الصحراء مغربية قبل 75، أعطونا بماذا هي مغربية فقط. ديما لا إله إلا الله، بركة في راسك إن شاء الله. نعم، بعد قليل إن شاء الله نفتح باب المداخلات. بقات 3200. أما كنت جدتك، عمتك، خالتك، ما هذاك الشيء كامل، خروج عن النص. النور داز، لا إله إلا الله، البركة في راسك إن شاء الله. أيوبي، لا إله إلا الله، سلمني على ماما. زهرة كذا، سلمي لي على ماما، والله على بابا، على بابا. إذن قريب من 50,000. محجوب، مرحبا وسهلا. نبدأ بالأخ حسين. يوسف، لا إله إلا الله، حسين عدل لك، لا إله إلا الله، حكمت على نفسك. حسام، مرحبا وسهلا. الله يسلمك أستاذ، معك حسام من الجزائر. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا أخ حسام، الله يسلمك، شلونك أستاذ؟ لاباس؟ كيف حالك؟ صباح الحمد لله، وأنت لاباس؟ والله على نعمة ربي الحمد لله. مرحبا وسهلا والله. أستاذ، حاب نعطيك سؤال برك. المغاربة هذون كيفاش حروا الصحراء تاعهم؟ جاوا بكتب القرآن وجاوا حروها. لا، شراو الطول، وشراو الخبز، وشراو القرآن، 5 أحزاب، ووفروا الكاميونات، ملاوهم المازوت، وقبضوا الطريق، وحروا الأرض. والله انا عندي اقتراح للصحراويين، انهم يروحوا يحروا اراضيهم بصح بطريقه واحده اخرى، نعم، ما يدوش حتى هو معاهم بالمسير. كتب القران هذه المره، يروحوا يحروها بمكبرات الصوت. اوكي، يا غير العياش الصمك، العياش ما يسمعوا. راه مسلمين، الله، راه شعب مسالم. شفا كيما درنا لهم حنا في العرجه، الكومير والباكيت كما درنا لهم حنا في ماشي. العرجه، رحنا لهم بمكبرات الصوت، والله تروحوا تدوا لهم مكبرات الصوت يخلعوا ويخرجوا. ان شاء الله خويا حسام، مشكور والله، حتى نسيت السلام الفرصه. عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا والله، شكرا شكرا. اذا نبدا وان شاء الله غدا نلتقي عند الله. ارسلت لك محمد بن الحاج، دائما عرفونا بأنفسكم والمكان باش نربح الوقت. تفضل بالحاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد من المغرب. مرحبا وسهلا، من منين في المغرب لو سمحت؟ من مراكش. مراكش، هو سؤالنا واضح.
إذا ما هو كانت السؤال؟ الصحراء مغربية قبل 75، أعطينا ما يتوفر عندك من حجة وأدلة. وهل هناك ما ينفي هذه الحقيقة؟ هل شوف، لديك ما احنا ينفي هذه اسمع اسمع الحقيقة؟ اسمعني اسمعني، شوف، السؤال بسؤال، ما عندنا ما نتقدمه هون في النقاش. هل لديك جواب؟ شوف، انت لا عاد عندك الجواب لا يتقدموا لنا ونسكتوا احنا. الجواب لاش لا تطرح لنا، لاش لا تقول لنا، اسمح لي، لاش لا تعطينا انت سؤال؟ لوك الا عندك الجواب لا تقول لنا راعي الجواب، ها النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والعشرين والصحيح، ونقفلوا اللايف والسلام عليكم، وتعود انت الاستثناء الوحيد اللي قدم لنا المعطيات على انها هي الصحراء المغربية. اما ترد علينا بالسؤال معناها لان ما عندك الجواب. يا أخي، اعطينا انت. نعم يا الواقع اخي، الواقع نعم يشهد واضح. على نفسه. انا قلت لك، شوف، انا قلت لك، اسمع اسمع هناك اسمع رواق. اسمع اسمعني 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 لا تغلق. شوف، انا ما قلت لك، انا ما قلت لك على الواقع، انا ما قلت لك اليوم اوصف لي ماذا يوجد في هذه الصحراء، انا ما سولتك عنها، انا قلت لك اعطينا بماذا هي الصحراء المغربية هذه اللي تسموها انتم المغربية قبل 75، قبل 75، قبل 75، اما 75 الى احنا عارفين. تفضل. قبل 75 هناك مراسلات بين نعم أهالي الصحراء وبين السلطان المغربي، نعم ما بين شمن، اعطينا غالبا مراسلة. شوف، اعطينا، شوف، أكدت، اعطينا، اسمع اسمع وهذا ما شوف استندت اسمعني عليه. اسمعني اسمع هو اسمعني سولتيني، خليني نجاوب، خليني نجاوب، غير اسمعني، سولتيني غير خليني. اسمعني اسمعني باش نتم نوقف معاك. المراسلة، اعطينا تاريخ المراسلة ومن راسل من. شوف يا أخي، أنا لست مطلعا على الوثيقة بالضبط، ولكن هناك قلت لي وثائق المراسلة، استندت شوف، عليها. قلت لي اسمعني، المراسلة، شوف، أنت قد قاطعني، أنت قد شوف، قاطعني تتكلم عن بوحدك. اسمعني اسمعني اسمعني، انا قلت لي المراسلة هي مراسلة على ما اعتقد ورقة، ورقة يعني، كيف هذا الورق، كيف هذا الورق؟ وثيقة وراسلها، وثيقة واسمع، وثيقة، نعم هي وثيقة، وراسلها حد الحد، وهذا الحد انت تعرفه، وهذا اللي مرسول له عارفه، وعارف التاريخ. شوف اعطينا يا أخي، شوف من، يا أخي، شوف، أنا اعطينا، شوف، مجرد، اسمع اسمعني، اسمع سولتي اسمعني خليني اسمع، نجاوب، لا سولتيني غير خليني نجاوب. انا، جاوبني جاوبني، من ارسل الرسالة، أجرى يا الأخ رجل. ولمن ارسل الرسالة وتاريخ الرسالة. شوف، أنا مجرد مواطن بسيط، إمكانياتي متواضعة وكذلك مجرد معلوماتي، مواطن، مجرد ولكن مواطن بسيط. نعم، أنت لماذا يا ألم محمد، تكن يوما يا محمد، مغربيا؟ أنت يا مغربي محمد، إذا أم أبيت؟ يا محمد، يا محمد، شوف، انا سولتك عن التاريخ، انا خليك مني، انا سولتك عن التاريخ، قلت لي المراسلة، اعطيني من هي، من وجه المراسلة، محكمة ولمن العدل، وجهت المراسلة، محكمة عدل، وتاريخ اسمع المراسلة. اسمع اسمع، محكمة العدل الدولية بلا هاي أكدت أن هناك روابط محمد مزدوجة، بالحاش، وهي محمد بالحاش، لا تتكلم من محمد فراغ، بالحاش، مؤسسة دولية لا محمد بالحاش، قلت لي المراسلة، أعطيني من وجه المراسلة ولمن وجهت المراسلة وتاريخ المراسلة. الصحراء مغربية إلى أن يرث يا الله الأرض ومن عليها، ومن صح، يقول نقض ذلك فعليه أن يتقدم للميدان، لا أن يا يتحدث صح، في التيك توك. نعم، حق حق. وأين تتحدث أنت؟ أنت أين تتحدث؟ أنت تتحدث في التيك توك. أنت منين تتحدث؟ في المريخ؟ أنت تتحدث في التيك توك حتى أنت. حنا سؤالنا واضح، أعطينا من وجه المراسلة ولمن وجهت المراسلة وتاريخ المراسلة. منين هو الجواب عندك؟ ما هو عندك، قول ما هو عندي. أما الصحراء مغربية والكذا، ولن تحررها في التيك توك، ونحن هذا كامل ما عنده قيمة، ما عنده قيمة. هبطوا طبعا، هبطوا باش ما نضيعوا الوقت، نضيعوا الوقت مع واحد يقول لك الواقع، أنت كنت، كنت قلنا لكم كنت وكنت، ما هي خدامة، كنت وكنت ما هي خدامة. هون سؤالنا واضح وجهناه، اللي يقول على أنها مغربية قبل 75 يعطينا الحجج والأدلة على أنها مغربية قبل 75. تفضل أخويا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الليلي عوض أن عرفنا تطرح براسك، هذا السؤال على المشاهدين ديالك وعلى لهاي عرفنا عبد براسك العزيز من عبد العزيز من ورزازات من المغرب. كيفاش نوجهه لله هاي؟ يا أخي شوف، يا أخي شوف، كونوا منطقيين مع أنفسكم. أنا هذا الجواب أطرحه على الملايين من المغاربة يوميا، لنا شهر راح نقدمه. أنتم لعات عندكم الأدلة على مغربية الصحراء قبل 75، قدمها لنا. شو بغيت تقول لي لا هاي ولا لا كاي؟ تفضل يلا واعطيني. يا أخي يا أخي، المغرب قدم أدلة لهاي، والله حق في محكمة عبد دولية، العزيز وأنت شوف، عبد العزيز لست عبد العزيز محكمة، عبد العزيز أنت عبد العزيز مغربي، عبد العزيز، صافي مغربي، رجعت خلص نملي سلطة أنت، من مغربيتك وتبحث عن صافي أنت مولي من هذوك أصحابك أنت. وأنا سؤالي واضح، سؤالي واضح، سؤالي كوضوح الشمس، بماذا هي مغربي؟ أنت ما أنت أنا ما تتكلم عني، ما نتكلم عنك، شو بغيتك أنت؟ سو تكلم عنك أنت كشخص، ما عندنا علاقة بك. أنا نسولك عن موضوع عام، بقيت في القرافاضة، واش بقيت في الكومبلي؟ بقيت في الكومبلي، بقيت في القرافاطة، وبقيت في الكومبلي، راهي ما بقيت في الكومبلي والقرافاطة، بقيت اش كاين هنا، واش الراس فيه شي؟ والله باش. وانتم راه زريبتكم كامله ما عندها الجواب، انتم راكم لا تضيعوا وقتكم. يلا نعطيكم فرصه مالي كذلك، احنا واحد واحد، اعطونا الجواب، كبسوا من فضلكم. غزال محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. راه بغيت غنقول لك، عرفتي شنو هو الجواب ديال هاد تتعرف بعد براسك هي الأولى، تتعلم تتعرف براسك بعد هي الأولى. ثم كيف البهائم يعني الداخلي، كيف اللي بتدخلوا لبيوت الناس، كيف البهائم معك؟ كامل احتراماتي للأحرار، لا، السلام عليكم، أنا فلان بن فلان من المكان الفلاني، وأنتم ونقدم راسي. تفضل محمد معك. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا السي الليلي، انا قاعد لا بغيت نشوفك ونزور منك ودي الشريف. عرفنا براسك، عرفنا براسك، زور مني محمد أنا، معروف زور مني ولد أنا. الشهيد يحضيه، شوف مرحبا ولد وسهلا، مرحبا وسهلا، الشهيد يحضيه، ولد المعتقل محمد مبارك، ولد الموحد. مرحبا وسهلا، واحد بخير والله، اش طاري استاذ مرحبا بخير، والله، انا قاعد لا ما بغيت شاء نزور الله، منك وتو، مو انا مرحبا هذا وسهلا. اللي نقول، انت جاي لك أو اكثر منك زورنا تبارك هذا، الله ما زورنا شاء هذا، الله. زورنا هذا، حتى ما إيه زوروا لا ما بغاو التاريخ، ولا بغاو، شوف قلنا الا بغاو التاريخ، ولا بغاو هما اللي القرارات كاملين، ولا بغاو التواريخ يقبضوا السيل الورقة نعطاهم لهم واحدة واحدة، ما عندهم اي اشكال، ما قد خلطنا معاهم ولا نعودوا خلاط معاهم. هو هنا ما زاد ذا اللي زورنا نعرفه يا بويا، ما عندهم الصحراوي لا بو لا المغاربي. جد، ما عنده ما يخال قاع شي هذا، قال تخلط الموز زيت، صهراوين وحدهم والمغاربه وحدهم، والمغاربه هم اللي راهم فيات قاع، احنا ما اهل الصحراء قاع واحد يا قاع، مقطعات المملكه وحدها، فاس وحدها ومراكش وحدها وطنجه وحدها والشمال وحده. ايوه هذا مشكور انا والله، نقول لك جزاك الله انت خير، اخبر، وفرت واني بيك والله لو وني بيك والله، خيرت، بيك ولا واني والله، بيك ودي الشريف بيك والله ولا لو بيك ولا خيرت والله، كبير، بيك ولا واني والله، بيك بيك لين ولا قطعت، سلم على هذاك رجلي مرحبا كامل وخيرت والله، وني بيك، والله بيك ولا لو والله، اني بيك ولد الشريف. وني بيك والله، وخيرت والله، مرحبا وسهلا والله، وني بيك والله عزيز. كبسوا من فضلكم، كبسوا كبسوا السلام راهو عليكم نفس. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، مرحبا، عزيز من الجزائر، مرحبا وسهلا اخوي عزيز، مرحبا وسهلا، أظن كيف حالك؟ أني أخيرا وجدت سؤال الجواب للسؤال جبت تاعك. الجواب. نعم، فلتستمع من فضلك. تفضل. رضوان من الشماعية، الصحراء بالتاريخ مغربية، عزيز من مكناس بالحجة والدليل، كانت الضرائب تؤدى، يونس من الجديدة، العالم كامل استعرف بها، الأندلس مغربية، أمريكا تسميها مغربية، واعترفت كل الدول العربية إلا الجزائر. مرحبا بس، يوسف يقول الباسبور والمسيرة الخضراء، محمد من القصر الكبير،
بماء العينين. إبراهيم من ألمانيا سلم على ماما. عزيز يلعن ويذهب. محمد من لندن. ونسيت نسيت صاحب الوقيد، نسيت صاحب الوقيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله زيد زيد العظيم. زيد زيد شوف زيد محمد، محمد من أكادير، دينا معانا الوقيت دي مع ايوه، والاخ هذاك اللي دخلوا عليه في القيطون. والله يا اخ، هذاك اللي سرقوا له الرحاء. يا الاخ الراضي، راني قريب نكمل الكناشة، قريب نكمل الكناشة، يعني في التدخلات ما كان حتى زهيرة. تهلا في روحك ولا يعطيك الصبر يا اخي. مرحبا، سلام. والله الله يطولك، ان شاء الله. مرحبا مرحبا جوبا، راني ما لقيتك في الجيست. جوبا قلت لي خدام، راني ما لقيتك في الجيست. راني حاولت يا غير ما عجبني هذاك، عجبني هذاك اللي قال عنه اسمه، اللي قال ادينا الوقيت. بو خليفي، مرحبا وسهلا، تفضل خويا بو خليفي. بو خليفي تفضل، بو خليفي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشرفين تفضل، الله يحفظك سي الراضي. بغيت غير نقول لك على الجواب على السؤال ديالك، عرفنا بعد بنفسك من فضلك، عرفنا الدليل بنفسك، ان الصحراء مغربية قبل عرفنا بس. 75. عرفنا بنفسك من منين؟ محمد بوخليفي، محمد بوخليفي مغربي، من منين؟ محمد بوخليفي مغربي. وما من تبقاش منين؟ تكثر عنا الأسئلة بزاف، خلينا نجاوبه. انت قاعد، انت قاعد ليت تسخف، قاعد انت ليت تموت، قاعد صار ما جاوبت، انت مالك لا في الشوارع عليك، انت لا تموت لا تسخف، لا يطيح قلبك كاع سابق ما، سابق ما بديت الجواب. راهو الانسان، راهو يظهر لك الانسان اللي هو واثق من الجواب اللي عنده، واثق بالشعور اللي جاي. السلام عليكم. السلام. انا عرف براسك، قول انا فلان بن فلان، بعد هي الاولى ومن بعد خلعني حق، خلعني خلعني. شوفي احنا كاملين، احنا كاملين هنا البرونيه طوال اسمك كامل. شفتي الناس كامله اللي تدافع عن الصحراء الغربيه، شفت ترتعد مسكين. انت ما راكم هبال. والحسن الثاني ما عنده الجواب، محمد السادس ما عنده الجواب، يعود عندك انت. جوبا ما اي، راني لقيتك لتحت. دائما عرفونا بانفسكم من منين باش نرد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصرت، صباح الخير عليك صباح الخير. الأستاذ تاعنا، مرحبا وسهلا، ناس كامل. شو أستاذ بعض؟ الحمد لله. لا لا، أنت أستاذ راك تقري فيهم، راك تعود لهم في القراية، وماذا بك تعود لهم التربية. تربية والله يا أستاذ، تربية وفاتي يا صاحبي، أستاذ. فات خلينا نعرفك. نصر الدين ياك من الجزائر قلت لي. نصر الدين من الجزائر. أنا ولا غير هاوي سياسة، هاوي سياسة ومع الشعوب، وانا شوف مع الشعوب المحتله. فهمت، انا نحس فلسطين ونحس بالصحراء الغربيه. بصح حاجه عندي نقولها لك، هذوما الاغبياء ما درسوهمش التاريخ الحقيقي، درسوهم التاريخ المخزني. هل تعيا تقري فيهم؟ والله ما يقراو. ادي لهم ليكور سبيسيال، والله ما يقراو. ادي لهم الاستدراك، والله ما يقراو. يا والله غيرك تعيي في راسك، هذو يلزمهم ناصر التك الدين. على الراس. هل سمعت، شوف هل سمعت واحد منهم جواب مقنع؟ يا ودي عندي عامين 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 وانا نتبع، واحد ما قنعني. الملك تاعهم يقعد مع سيد غالي في الاتحاد الافريقي ويقول لك ماشي مستعرفين بهم، هذو بشر ولا حيوانات؟ والله لا على بالك. وشنو انا شوف شو وليت، كي نبغي شيخ ونضحك ندخل اللايف تاعك باش تضحك على المراركه. هذا ما كان. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يقعدوا في حياتنا، يقعدوا في حياتنا باش ينحوا لنا الغمه، باش نضحكوا. هذا ما كان. ان شاء الله ان شاء الله. وكرون بليزير خويا الراضي، والله يعاونك، والله ييسر الصحراء الغربيه، وان شاء الله يسهر وفرج قريب ان شاء الله. باذن الله تعالى ان شاء الله. مشكور والله، الله يطولك. مرحبا مرحبا، شكرا شكرا والله، مرحبا.
إذا كالعادة كيف قلت لكم دائما عرفونا بأنفسكم المكان باش نربح الوقت. وصال تفضلي. وصال أحمد كبسون فضلكم. أحمد تفضل. أخبار، بغيت نقول واحد الحاجة. أقول واحد الحاجة، شو يقولها حميد؟ تفضل. السلام عليكم، أنا فلان بن فلان من المكان الفلاني. قلنا كم مرة باش ما نضيعوا الوقت. حميد تفضل. احنا نشوفكم قاعد حاطين هذيك الشرويطة وكذا، هذيك الشرويطة الحمراء، ورغم ذلك نطلعوكم باش تدافعوا عليه. تفضل الأخ والله الأخت، تفضل. تفضل. صافي انا طالع، صافي غير تحت الباب، انا طالع، انا غير معلم. عبد الله دائما عرفونا بانفسكم المكان باش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ بخير؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله. راح نرنيك امك انت وديك تزاي. صافي صافي، شوف صايره دي مستوره، سمع كول. صافي راه سجل هذاك الشيء اللي قلت، راه صافي ان شاء الله، اللي يعطيكم ان شاء الله الصحرات تبلغموا فيه. مسكن وفر، راكم تعبروا فعلا عن المستوى المنحط عبر العالم، عبر العالم، لان هذا الشيء كامل يبقى دليل عليكم، دليل على اخلاقكم، ودليل على الطرح اللي تدافعوا عنه. ريان حقه من ده، لعبت معاه طبعا، اللي يصل له يعجبك اللي قال، غير الكلام الساقط، ما الكلام الساقط ما يقدم ولا يخرج. نادين تفضل، أو تفضلي. فاتين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو هو عرفينا الدليل بنفسك من أن فضل، عرفينا بنفسك من منين؟ فاتين من فاتين من المغرب. المغرب؟ الدليل، أعطينا أنت الدليل بأن الصحراء مغربية قبل 75، والسؤال اللي طرحناه وطرحناه وطرحناه وطرحناه، ولكن ما كان حد جاوب لي. جاوبي لنا انت. دابا شكون اللي كيسكن في الصحراء المغربية؟ انتوما ولا حنا؟ قلنا لك أعطينا الأدلة على مغربية الصحراء قبل 75، احنا ما سولناك عن الآن، سولناك على قبل 75، باسكو هذاك التاريخ لا دابا هو اللي خلى. انا جبني على شكون سؤالي، اللي شوف سؤالي واضح، سؤالي واضح. شوف انت لا عندك الجواب على سؤالي انا، بأنه هذه الصحراء مغربية باسكو الأمم المتحدة شو تسول؟ واش الأمم المتحدة تقول لهم ما هو الواقع اليوم؟ الأمم المتحدة تقول لهم ماذا كان الواقع قبل 75؟ أنت لا عاد عندك الجواب، أعطيه لنا متفرغ. ببساطة. لا الآن أنت فين كتوجد؟ في المغرب؟ أنا في اسمه، أنا في المريخ، سمعتني نتكلم معاك من المريخ، راني جالس في المريخ وفاتح تيك توك في المريخ ونتكلم معاك أنت. شفتوا ما عندكم الجواب، الجواب ما هو عندكم، الجواب لا يوجد. أنت فين؟ كنت جدتك، عمتك، خالتك، صاف. واعطينا الجواب، اعطينا الجواب على مغربية الصحراء قبل 75. ما هو عندكم، ما هو عندكم. نتحداكم، ما هو عندكم. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك ياسمين من المغرب. مرحبا وسهلا. من منين في المغرب أخت ياسمين؟ من الدار البيضاء. من الدار البيضاء. أو أعطينا، الله يطول عمرك، شوفي اطرحنا هذا السؤال، أعطينا الجواب، ودي في الاستثناء.
الجواب الصحراء المغربية وكتبقى مغربية أبا عن جد من طنجة للقويرة. لا غير اسمعيني يا ياسمين، أنا ما قلت لك، أنا ما قلت لك قولي لي هذه العبارة، أنا قلت لك أعطيني الحجج والأدلة اللي عندكم على أنها مغربية قبل 75، أما هذا الشيء اللي نسمعوه كلنا. كله في التاريخ بأن الصحراء مغربية أبا عن جد. أوكي جميل جميل، في التاريخ، أعطينا التاريخ، أعطينا التاريخ، غير رايه المغرب، أعطينا التاريخ، ورينا الى رايه غير رايه المغرب، أعطينا الى التاريخ، رايه غير رايه المغرب، أعطينا التاريخ. الصحراء المغربيه وانت انفصالي ولا جدك وجد ابوك وجد الجزائر. برافو عليك، برافو عليك. صافي ديمستورا سمعتها، سجل هذا الشيء، سجل يا ديمستورا، سجل. راهي جاتنا واحده اسمها ياسمين من الدار البيضاء وقالت لنا جدك وجد جدك وجد جدك، مقبول هذا الشيء؟ تعطوهم الصحراء. صافي صافي، ان شاء الله راه سمعك ديمستورا. شنو نقول لكم، هذا كابر هو اللي يخفف عنا السيئات. وجدو ديانا اللي نعلتيهم اللي تتقابلي معاهم يوم القيامة فقط وتحاسبي معاهم. صافي، انا والله شفتي تجيبي 40 مليون مغربي سب، ما يحرك فيا انا ساكن ابدا. فاكسين، انا عندي الفاكسة، عندي التلقيح. وجدتك وجدتك وخالتك لولا، يا ربي يطلع حد يقنعنا يا رب. نتمنى. الو، لولا تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليلى من المغرب. مرحبا، تفضل يعطينا. بغيت غير نقول لك، بغيت الطعام المغربي يطيح لك في صافي ديمستورا، الله يطول عمرك ديمستورا، سمعت ديمستورا؟ واحدة راهي قالت لك الطعام، مات الطعام، الطعام عندكم حتى هو داخل في الاستفتاء. نعم داخل في الاستفتاء، الحمد لله سيطرة، الطعام راهو داخل في الاستفتاء. شفتوا ما هو عندكم الجواب، ما هو عندكم. الله يخليكم لنا باش تضحكونا يا رب، الله يخليكم باش تضحكونا. ضحكوا ضحكوا والله، يضحكوا ضحكوا مع روسكم والله حقيقة. في هاللي يضحك، في هاللي يتكلم على الطعام، هاللي يتكلم. ياسين تفضل، ياسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ الراضي الليلي، كيف أنت؟ لاباس الحمد لله ما شاء الله، وأنت كيف؟ الله يطول معك، والله بخير الحمد مرحبا لله، الله يطول عمرك. معك ياسين من المغرب، من طنجة، من شمال المغرب. مرحبا مرحبا، ويلا اعطيني اخويا، انا متعطش نعطيك الجواب. نعطيك نعطيك، انا بيدي متعطش، خليني نهضر معك، انا بيدي متعطش، السي الراضي نهضر معك، يلا والله انا شوف، بيدي متعطش. شوف غادي نمشي انا وياك ضربه ضربه. مرحبا مرحبا مرحبا، عرف السؤال ديالك شنو هو؟ مرحبا. السؤال انت هو، اسمعني يا سي الراضي، سي الراضي اسمع مرحبا اسمع اسمع. نعم اسمع. نعم نعم سيدي، انا اسمعك وانت اسمعني. هو نعم، اذا كانت الصحراء مغربيه قبل 75، اعطينا بماذا هي مغربيه؟ الحجج هذا السؤال، اسمعني سي الراضي، هذا السؤال هذا انت خصك تجاوبني عليه، عرفتي علاش؟ حيت انا مش من الصغور ديالي وانا كنتفرج فيك في القناه الاولى. صافي ديمستور، الله يطول عمرك. شوف ديمستور، سمعتنا ديمستور، هو قال لك انا يتفرج فيا في التلفازه، داخله حتى هي في سمو، داخله في صافي يا ياسين، صافي راهي داخله، راه ولا يعطيكم ديمستور الصحراء. انتم راكم هبال، انا لا اقبل الحوار، لا انا اقبل الحوار، ولكن الحوار شنو شنو عندكم انتم الحوار؟ هو كنت نشوفك في التلفاز كنت نشوفك في التلفاز. نعم انا كنت اراك في التلفاز، وبالتالي فإن الصحراء مغربية. صح، أسماء تفضل. يا رب يطلع حد يقنعنا يا رب. أسماء تفضلي. يا رب يا رب يطلع حد يقنعنا. سعيدة تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير أخويا، كل شيء مزيان؟ لاباس الحمد لله ما شاء الله، انت لاباس؟ الله يبارك فيك. معك سعيد من الحمد لله. المغرب، أكادير. من منين في المغرب؟ أكادير. مرحبا. أكادير وين؟ وفلا ولا منين؟ وين مدينة أكادير؟ هو يلا شوف، احنا نتمنى وتعود انت عندك الجواب لهذا السؤال اللي نطرحه هذه الشهرة على المغاربة، بماذا هي يعني الصحراء المغربية قبل 75؟
يعني انا عندي غير واحد الجواب. المهم ما عنديش مع السياسه بزاف، فيك انت اش قال لك؟ انا غير دابا ملي مشاو للمسيره، ياك انت اش قال لك؟ ملي مشاو للصحراء ما لقاوش تما دوك الصحراويين تما ملي بغاو يحرروها. هذا هو الجواب ديالي. كيفاش الجواز؟ ملي داروا المسيره انا ما سولتك، انا ما سولتك على المسيره، انا ما سولتك على المسيره، انا سولتك شنو هما الادله والحجج على انها مغربيه قبل 75؟ راه اداني الجواب هذا. شنو هو قبل 75؟ هي المسيره امتى كان؟ ما عرفت والله، ما عرفت. ما عرفتها. شحال ساويه مطيشه اليوم في اكادير؟ اليوم شي 7 دراهم. 7 دراهم. والبصل، البصله؟ البصله 3 دراهم. او بارك عليك، بارك عليك، هذاك الشيء اللي خاصك تعرف. صح، بارك عليك. البطاطا والبصل ومطيشه، بارك عليك. ام الصحراء الغربيه بعيد عليكم، بعيد. مرابط بن عيسى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، صباح الخير اخويا، معاك من صباح الجزائر، النور. مرابط من الجزائر. مرحبا وسهلا اخويا مرابط، مرحبا وسهلا. تحياتي للشعب الصحراوي. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا، تفضل اخويا مرابط. تحياتنا للشعب الصحراوي يا اخويا. رانا نشوفه في التعليقات هنا، ونشوفه في الامور هذه، وكأن المغرب هذه لازم كل واحد، لازم كل واحد ندير له واحد يدرس على الصحراء الغربية. لازم لنا اساتذه من كيان الصوص يجيبوهم باش يقروهم على التاريخ المزور تاعهم، خاطش هما راه تاريخهم كما تاريخ اسرائيل نفس الشيء. ما عندهم تاريخ، ما عندهم تاريخ. جبناء راهم جبناء طامعين في ارض ماهيش ارضهم. بشر كيولي طامع لك في ارض ماهيش ارضه، ويقول لك ارضي وهي ناس ساكنين فيها ناس، ويحاربوا من اجلها ناس، ويقول لك هذه الارض الارض. الاشكال وين؟ الاشكال هذا الناس ما مش قادرين حتى او محتل لهم الافارقه، ما قدروش حتى، قال الافارقه ما قدروش باش يسلكوا رسالهم من الافارقه. يحوس يسلك، يحوس يحتل شعب كما الشعب الصحراوي. نقول له لا يهديك، نقول له لا يهديك، وروحوا تقراوا، قول لهم روحوا تقراوا، لازمكم تقراوا على العروبه وتقراوا على النضال. هو احنا طرحنا عليهم السؤال كم من شهر، ما كاين الجواب. ما كان جواب، ما يجاوبكش، ما عندوش جواب مقنع يا راجل، ما كانش باش يجاوبك بالكذب ولا بالحقيقه. او مش ما هما اصلا ما عندهمش تاريخ، ويشبتوا في الناس ويزوروا في التاريخ، ويزوروا فيها في, في, في حقائق، حاجه حقيقه يزوروا فيها. نقول الله، الله يهديهم، الله يهديهم، وتحياتنا للشعب الصحراوي. السلام آمين عليكم. ان شاء الله. امين. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا، تحياتي لك، شكرا. فاطمة دحان، تفضلي. فاطمة دحان، تفضلي. الرادي الكليب، انت غير كلب. دي مسترة، دي مسترة، سمعتها هذه داخلة عندكم. هذا العبارات اللي قالت هذه المرأة المغربية المحترمة داخلة عندكم في صافي. كوني هنيئة فاطمة، صافي ان شاء الله، صافي صافي. راه دي مسترة راه قرر باش يعطيكم ان شاء الله الصحراء، راه كي تدوه تزرعوا فيها بطاطا ومطيش. ساكن. انا بعد نتعجب للمرأة، قاعد نتعجب للمرأة يعود عند اخلاقها سيئة، قاعد نتعجب. مازال نقول واحد شاب، ما مشكل المرأة مولاي تربي الاجيال، ماني عارف. المهم الله يجعلها رحمة لوالديك فقط. عبد السلام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي كي داير؟ بخير، صحه لاباس؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله. انت لاباس؟ الله يحفظك بارك الله فيك. الحمد لله، مرحبا وسهلا. انا مغربي من اكادير. سمك الله من فضلك. الله، كتسمعني مزيان؟ اه كتسمعني مزيان. عبد السلام نسمع. اييه تفضل. قلت لك يا اخي، بالنسبه للصحراء المغربيه، ماشي مشكل مطروح واش مغربيه ولا ماشي مغربيه، هي مغربيه
عبر التاريخ. عبد السلام، عبد السلام، انا نعطيك، انا نعطيك، عبد السلام اسمعني اسمعني. نعم. اسمعني محبا. اسمعني، شوف هذه قناعتك انت، قناعتك ما كاين. ايوا خليني نعطيك دليل، خليني نعطيك انا اعطيني شوف انا اعطيني دليل انا بانها دليل. مغربيه قبل 75، اما تقول لي والله الا هي أنا مغربيه دليل. انا نعطيك دليل. شوف هي فيها الامم المتحده وما تقاطعنيش، واخا ما تقاطعنيش، وخليني نعطيك دليل. شوف خليني نعطيك دليل، يلا ايوا خليني نعطيك دليل، يلا دابا انت بغيتي دليل ياك، بدي دليل موثق ياك عبر التاريخ، انا نعطيك انا عبر التاريخ. اه تبقى تضيعناهم الوقت وقت الدليل، وقت الدليل اعطيه الدليل هذاك، اعطيه لمحمد السادس لربما ينفع والله شيء، يديه يدي الامم المتحده. ما عندك الجواب؟ ما هو عندك، كت ضيعنا الوقت هنا. عندي الدليل، عندي الدليل، تفوت نص ساعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابراهيم مرحبا وسهلا. هذاك اخوي الله يبارك فيك. مرحبا وسهلا، عرفنا برفسك منين؟ ابراهيم من المغرب اكادير. أكادير، مرحبا، أنتما جيتوا غير أكادير اليوم. آخ يا الناس تاع أكادير. مرحبا، يلا وأعطينا، مرحبا وسهلا، يلا أعطينا، أعطينا جواب لهذا السؤال اللي ما قد حد يجاوبنا عليه. شكون هذا السؤال؟ السؤال هو ما هي الحجة على مغربية الصحراء قبل 75؟ ولكن أنت ديما كتقول هذه الأسطوانة هذه ما هي حجة. قول لنا، بدلنا الموضوع شوية باش نعرفوا شنو. صافي إن شاء الله، دي مستورة. دي مستورة راه قال لك بدلوا الموضوع، بدلوا الموضوع. شنو بدلوا؟ نديروا لهم بطاطا وماطيشه والبصل وذاك الشيء. صافي صافي ان شاء الله، راه دي مستورة راه يبدل لكم موضوع، ولا يعود عندكم موضوع بطاطا وماطيشه ان شاء الله الشهر الجاي. انت مضيع لنا الوقت على على الخوار خاوي يبدلوا الموضوع. انت من هو نبدل لك الموضوع؟ نعرف عنه كان سينيالي زكريا، تفضل. بغيت نوبك على هذا السؤال اللي قلت اللي انت تتأدب بعد كاع، هي اللي ولا تتأدب، تتأدب هي اللي ولا يعود عندك حسن، حسن الأدب. هي السلام عليكم أنا فلان بن فلان. رحال كبسوا من فضلكم، كبسوا. رحال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا بغيت نسولك. صافي ان شاء الله المره الجايه يجي معك السؤال ان شاء الله، المره الجايه تعال جيب السؤال. صافي ان شاء الله المره الجايه تعال جيب مع، جيب معك السؤال في واحد الميك ان شاء الله. حق حق قدير، بس قدير فيها اكبر مديريه لا ديستيف مكلفه بالصحراء الغربيه ومكلفه بالسلام والجنوب. تفضل. عليكم السلام منير. رادي كي داير بخير؟ مرحبا بخير الحمد لله ما شاء الله. خويا السؤال ديالك، عرفنا براسك بقى، عرفنا. منير المغربي والدار البيضاء. ايه مرحبا، يلا واعطيني رانا متعطشين، واحد التعطش لا يتصور للجواب، لانه ما كاين حد عطانا الجواب. نقول لك بان كانت اواصل البيعة تما بين بيع. 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 ولكن هضر معايا بصح ماشي تسد عليا. وكل بيعة، وكل بيعة. أعطينا تاريخ البيعة. كيفاش تاريخ البيعة؟ تاريخ البيعة؟ تاريخ البيعة من من أهل يعني. أعطيني شوف، أعطيني الحين لحظة، صلى الله عليه وسلم، شوف أعطيني، أعطيني تاريخ إعلان الاستقلال في الصح في المغرب. 56. 56. أعطينا اسمه ذكرى ثورة الملك والشعب. 18 يناير. 20 أغسطس. 20 أغسطس. 20 غشت. صح. أعطينا تاريخ البيع. إيش تاريخ البيع؟ أعطينا تاريخ البيع اللي تتكلم عنها، اللي قلت تثبت بأنه الصحراء كانت تتابع المغرب. لأن المغرب دفع الدوسي ديالو المتحدة ودفع المحكمة الدولية. شوف كيف ما جاوبتني، شوف كيف ما جاوبتني، اسمعني كيف ما جاوبتني على الاستقلال، كيف ما جاوبتني على ثورة الملك والشعب، جاوبني كذلك بنفس السرعة على البيعة، تاريخ البيعة. ما هو عندك قول لي ما هو عندي، خلينا نمشي شي ثاني. تاريخ البيعة تمت من عهد السلاطين السابقين. هل عندك تاريخ البيعة؟ قول لي واش عندي تاريخ البيعة. قول لي التواريخ كاملين. حافظ الاستقلال، شوف حافظ الاستقلال. أكيد. حافظ. إيه والبيعة حتى خصك تحفظها، باسكو دليل، هذا دليل، هذا تاريخ البيعة تمت في عهد التاريخ.
هي هي بيع. شوف اسمع شوف شوف اسمع البيعة شوف تتم اسمع عبر اسمع كل سنة كل سنة. اسمع اسمع اعطيني، شوف اعطينا نهار تاريخ واحد للبيعة، واحد واحد الى عد ما عندك قول لي، لا كون معايا دابا صريح. شوف كون معايا، شوف اسمح لي، شوف انا نحترمك اذا كنت معايا صريح، والناس يحترموك اذا كنت صريح، ولكن اذا كنت مراوغ عاود راه سمع الناس عندها اذنين وراه عينين وراهم يسمعوا وراهم يحلوا كلامك. شوف شوف اسمعني انا اسمع، كندير شوف لايفات وانا انا ما قول لي عنديش الناس كيعرفوني اسمعني يا منير، اسمعني يا منير، وين انا ما سولتك عن دير اللايفات ولا ما دير اللايفات. انا دراك انت طلعت تدافع على طرح معين، انا طرحت عليك سؤال واضح، قلت لي البيع. انا ما فرضت عليك تقول انت البيع، انت اللي قلت البيع. انا بغيتك تعطيني تاريخ البيع، ما هو عندك نحتارمك الا قلت لي ما عندي تاريخ البيع. واخا راضي اعطيني غير عقلك حتى اعطيني نحتارمك، عقلك. شوف انا لا اكيد مازال، اكيد ولكن شوف اعطيني قول عقلك. لا شوف شوف يقول لي ما البيعة عندي تاريخ. تتم شوف كل اسمع سنة اسمع، منير هو منير في عهد منير محمد السادس، ولا منير تعرف منير تاريخ البيعة، منير يعني منير كل سنة تأتي. منير ما عندي. شوف انا قام عندك ما تهرب عندي، انا هون عندك، هون ما عندك محاصر، عندك الحصار هون. ما عنديش قول لي حصار. تاريخ، شوف قول لي تاريخ البيع، عندك تاريخ البيع قول لي عندي، ما هو عندي قول لي ما هو عندي، نمشي معاك لنقطة أخرى. ولكن انت تعطي واحد السؤال غير منطقي، البيعة تتم واش كل عندك سنة. البيع؟ واش عندك البيع؟ السر وأعطيني هذا تاريخ تتم كل سنة، أعطيني تاريخها. كيفاش يعني أعطيني تاريخ. كل سلطان عنده تاريخ تولي أعطيني العرش تتم تاريخها. قبل الاحتفال بتاريخ أعطيني العرش، تاريخها، أعطيني تاريخها. بحال الحسن باسكو هي الثاني من مثلا التاريخ. كتكتم 3 مارس، بحال أعطيني شوف، محمد السادس كتم 30 يوليوز، أعطيني يعني أنا تاريخ ولكن صار البيعة. عطيه شوف انا اعطيك اسمع انا ما اسمع قبل. اسمع اسمع، أنت قلت لي كانت البيعة في الناس الصحراء كانوا يبايعوا الملوك اكيد صح؟ انت كتهضر على أعطيني فترة ما قبل أعطيني 75. قبل 75، أعطيني أين بايعوه وأعطيني تاريخ البيعة. كان الشيخ ماء العيني اللي كتعرفو مزيان اللي مدفون في مدينة تيزنيت وقبر واعطيني غادي تاريخ تيزنيت، البيع، وراه عطيك اعطيني تاريخ أحد القادة اللي واعطيني عينوه تاريخ في البيع. السلطان. شوف شوف 3 دقائق ضيعناها قاعد تقول لي ما ما نعرف. ضيعناش ما ضيعناش، انت كتسول واش عندك شخصيات تاريخ انا البيع ما ولا ما فاهم. عندك تاريخ؟ واش عندك باغي تاريخ البيع؟ تهبطني هبطني، انا كنقول لك شي حاجة واش غير عندك تاريخ البيع؟ منطقية. واش عندك شوف تاريخ البيع؟ وانت اعطيني تاريخ ديال البيعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، عارف انت التاريخ؟ السلام السلام السلام. هبطني وصافي. ايوا نهبطك شنو؟ شنو نهبطك؟ انا نقول لك اعطيني تاريخ بيعة الملوك تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم. انا سولتك على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف انت على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت لو كنت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجي تدافع على الظلم. بغيت انت تدافع على الظلم باش لا يدافع عنه. ما عندك الحقيقة؟ ما هي عندك. خير فيك تمشي. سي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. كيفك؟ أسعد لاباس عليك، كنت ما مزيان. شاء الله بخير، مع معك طيب بس الحمد لله. أشعيب الريفي، شعيب الريفي مرحبا من وسهلا، إسبانيا. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. زعما ما عندي منزل عندك المدرسة، المدرسة باطل. أنا كنقرأ منين يعصبني شي حد. نقول غنمشي نفتح جيبوا تيك توك عندنا، نتفرج جيبوا على عندنا اللي عصبك، جيبوا عندنا هون، جيبوا عندنا هون. لا 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 ماشي نجيبوه، انا ماشي كنت غاد ونص نضحك، غاد ونص يضحك، لا حول ولا قوة الا بالله. تقول له اعطيني تاريخ، اعطيني تاريخ البيعة، واعطيني تاريخ، وانا غتقول لي اعطيني تاريخ اذا كنت عندكم الجمهورية في الريف. انا غنقول لك 19 9 19 9 2021 نقولها لك، نقولها كيف ستها كيف ما نقدرش ما نبداش في التفاصيل، ولكن هذو وراه جبد محمد السادس، جيت محمد السادس الحسن الثاني، وحنا كنهضروا من 75 الهي واش استعمرتوا البلدان عباد الله وطلعوا تعارضوا. هذا واش هذا؟ واش المنكر؟ والله الا المنكر. دابا كما قال واحد الاخ قبيله، عامين انا كنتبع ولا واحد يعطي القناعه، فوالا عامين
عامين ولا واحد يعطي القلعة. الله يصبرك يا خويا، والله العظيم احنا انا من نقول اجل لك صحنا قضيتنا، شوف احنا من اجل قضيتنا صابرين، احنا من اجل طبيعة قضيتنا الحالة صابرين. الإنسان عنده احنا قضية شوف واثقين، شوف الطرح اللي ندافع عنه واثقين، ما نسبوا اللي سدنا، ما نسبوا. وهذا النساء، هذا النساء اللي طلعوا يسبوا، هذا النساء اللي طلعوا يسبوا، فاش من فين خالقين؟ واش مربيين اطفال؟ واش شنو مربيين؟ واش نساء رجال ولا؟ انا واش ما المرأة اللي فهمت متربية كاع، والله العظيم ما اللي بقيت متربية كاع، عطيت في حاجة، واش عطيت اللي في حاجة. متربية لا يتسمو؟ واش اللي ما متربية لا يتسب؟ اللي متربية ما يتسب، ما يتسب اللي انا من تراسه. دابا المشكلة كانت تلاقى مع الاجنبيين. انا ماشي الاجنبيين، العرب، التونسي، المصري، الجزائري، كيقولوا الله لا رخص لهم كامل، رخص لهم محمد رضي لي رخصهم. كان يتعلم دابا تشوفوا في العالم وما تعرفش شو، ما عارفش علاش كطلع قبيله. فمن بديت اللايف سلم على امي، هذيك الهضره، هذيك ما عرفتي شنو هي. راه ما نحفظوها، حفظوها من واحد الفيلم. هذيك قالت لهم وسلمني عليهم، بغات تقتلهم وسلمني عليهم. عرفت المعنى كيفاش؟ عرفت زعما راه هم ماتت وسلمني عليها، راه غيقتلوك. واو، احسن لهم الزريبه. لا حول ولا قوه. ايوا شكرا خويا سعد، طلعت غير نسلم عليك ونضيع مقبول شي وقتك. الله ينصر الصحراء، الله ينصر الصحراء، والله ينصر كل شيء الشعب المظلوم. امين ان شاء الله، الله ينصر انت ان شاء الله. يلا اخويا تكرم والدي، مرحبا وسهلا، شكرا جزيلا خليفي. شكرا اخويا، بارك الله فيك. مرحبا. ميس كوكي تفضلي، دائما عارفونا بانفسكم المكان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، شنو كان السؤال ديالك اخويا؟ عرفينا براسك بعد من فضلك، من منين؟ أميس كوكي، مغربية من كازا. مرحبا، سؤالنا هو هل هذه الصحراء مغربية؟ إذا قلت لنا مغربية أعطينا باش قبل 75. تمام، نقدر نوجه لك أنا السؤال أنت؟ ان شاء الله في المره الجايه، ان شاء الله في المره الجايه تعالي ان شاء الله، جيبي معك السؤال وتعالي ان شاء الله. راني لا نقولها لدي ميستورا باش يحضر معايا هون ان شاء الله باش نجيب سؤالك. انت كنت ولا يسجلوا حتى هو دي ميستورا معاه ان شاء الله، وتعالي المره الجايه. يا الناس رانا طرحنا عليكم سؤال واضح، قلنا لكم سؤال واضح، اللي يقول عنها مغربيه اعطينا باش مغربيه قبل 75 بلا ما يمشي لا هاك ولا هاك. اللي عنده الادله يعطيهم لنا. تاورير تفضل خو، تاورير تفضل. مشيت فرفوشه تفضل. فرفوشة تفضلي، كبيرة. مرحبا سعد، شحالك؟ تفضلي. عارفين ما شاء الله بخير، ما طري بس الحمد لله. عارفين بنفسك والله، من فضل، من منين مشيتي؟ عبد الملك الوجدي، مرحبا وسهلا. لا ينطلعكم رانا، لا فقط القست فيه ما شاء الله. عبد الملك تفضل. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. كيف حالك سي محمد؟ ما شاء الله بخير الحمد لله، ما طري بس الحمد لله بخير. كنحترمك كشخص. مرحبا. لا عرفنا بعد كشخص. بنفسك، عرفنا بنفسك. ما تحترمني؟ راه الاحترام واجب، الاحترام راه واجب. من منين؟ مجدي من مدينه بني ملال. مرحبا تفضل، واعطينا الجواب، اعطينا الجواب كشخص، اعطينا الجواب. ما تهربش من الكلام سي محمد، ما تهربش من الكلام، راك راجل. عبد الملك، ما تهربش من الكلام، اسمعني مزيان اش غادي نقول لك.
سمعني مزيان، عبد واش المالك غادي نقول لك؟ وسامعنا سمع محمد رضا الليلي، ما تقطعش، كون عندك الدماغ، يكون عندك الدماغ انت اللي غتسمعني. لا ما عندناش الدماغ، حنا ما عندناش الدماغ، لا الدماغ ما هو عندنا، ذاك الدماغ اللي انت ذاك الدماغ اللي عندكم انتوما، حنا ما هو عندنا، لا حنا عندنا دماغ ثاني، عندنا دماغ دماغ ثاني. تمام عليكم، تضيعنا الوقت الاخوه الخاوه، كبسوا كبسوا من فضلكم. مراد هربال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مراد من الريف. مرحبا سعد، تفضل. عندنا سؤال حرنا فيه، وإذا كانت الصحراء مغربية أعطونا الحجج والأدلة قبل 75. وانت ممكن تعطيني دليل بانك صحراوي حر وانت خرجتي عليهم مشيتي لفرنسا باش تاكل فلوس الكبرانات؟ صافي ان شاء الله. ديمستور سمعت واش قال؟ قال لك كذا الكبرانات، فلوس الكبرانات وكذا كذا، داخله حتى هي في السم. صافي راه قال لك ان شاء الله راه داخله. صافي يا مراد، صافي راهي داخله في ان شاء الله. الرحمن الرحيم، ضحكوا فيكم العالم ضحكه ما لها مثيل. الله يخليكم لنا باش تموا تضحكونا. حمزه تفضل. قال قول لي غدا دليل بانك انت صحراوي. نعم حمزه نعم، اسمع استعدم دي مستوره حتى هو كذلك قال لك هل انت كذا غير هذا. هذا ما قال فلوس الكبرانات، لا هذا خل الكبرانات قال. واش عندكم شي حجه على مغربيه الصحراء قبل 75؟ ما هي عندكم، لا اله الا الله، هي ما هي عندكم. مساكين والله ضحكونا. صح لبؤات الأطلس، لبؤات الأطلس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الاسم ديالي حكيمة من مدينة بني ملال. مرحبا وسهلا، تفضلي. ايوا على الله تعطيني الجواب. الله الله، تودي انت اول واحدة تعطينا الجواب، اسكرا ما جبرنا الجواب. الجواب واضح قدامي، انك انسان تائه بين الماضي والحاضر. نعم 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 يا ديمستورة، يا تقول لك حكيمة انك تائه بين الماضي والحاضر، فهل هو حتى هو داخل في هذا الشيء؟ ده صح صح. الله يخليكم لنا ضحكونا يا رب. نعم نعم، إنه شعب تائه تائه مسكين ما عنده جواب، ولذلك فإنه يلجأ إلى التفاهات الخروج عن النص. بيضان مرحبا وسهلا، وبيدادان مرحبا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، نسمعك ضعيف شوي. دابا مزيان؟ درك نسمعك، تفضل عرفنا من نفسك ومن فضلك منين؟ من مدينة الرباط. عند سيدك سماك الله. سيدك اللي انت ما سيدك سيد سيد سيد, سيد العياش والعبيد طبعا، وسيد المنبطحين، وسيد الشعب اللي يركب في البحر، سيدكم. ما احنا ما سيدنا، احنا صحراويين ما عندنا سيد، احنا سيدنا والله سبحانه وتعالى. سمعت ديمستورة؟ سمعت راه قال لك ورا من عند سيدك. صافي راه سجل مساكن. نبيلة إسلام أنا أرسلنا لك. نبيلة ألو. يا ود القحبة الصحراء مغربية. لا اسمع عادي مستور، اسمع نبيلة راه قالت لك، كلام طبعا داكشي اللي تعرف في الدار، داكشي اللي تسمع في الدار، وعند يقولها لك بوك ياك. صافي وعادي عادي، منين عاد يقولها لك بوك في الدار ما عندنا مشكلة. ايوا مساكن شي تعد نوارا ما هذاك هو اسلوبهم. شو بغيتو انتم؟ بغيتو يدافع، هو اللي عنده طرح سليم لا يدافع عنه، واللي ما عنده طرح لا يقول لك الكلام شي، ولكن اللي يقولوا لا الراس. انا ما عندك ما تقولي لي يا بنتي. احمد تفضل. احمد تفضل
شي معدل اسمه هو مساكين مبارك. احنا الكلام ساقط ما عنده ما يخسر علينا. مبارك تفضل. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما نسمعك قطعت. الزهراوي تفضل. الزهراوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا رضا مزيان لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله ما شاء الله كل شيء بخير الحمد لله. معك الزهراوي من الناظور من الريف. مرحبا وسهلا تفضل خويا. قلت لي الله يعود عندك الجو ان شاء الله. قلت لنا واش الصحراء مغربية ولا غربية؟ اذا كانت مغربية انت الى تقولها مغربية اعطينا بماذا هي مغربية قبل 75؟ ماشي قبل 75، قبل ما يكون الاستعمار في شمال افريقيا كامل كانت الامه وحده، المغرب الجزائر تونس. منين دخل الاستعمار قسمنا، الجزائر دخلتها فرنسا، احنا الريف دخلنا السبليون، كنا مستعمرين، احنا كنا امه وحده، كل شيء كنا واحد امه وحده. الصحراء كانت معكم؟ كانت مغربية حيت حنايا كنا قبائل بحال الريف. أوكي. الريف أوكي. كان قبيلة. اوكي 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 لا كانوا قبائل. انا ما سولتك عن الريف. انا ما سولتك عن الريف. شوف الريف ما فيه الامم المتحدة اصلا، ما فيه الامم المتحدة. انا اللي مسولك هو الساعة اللي جات اسبانيا 1884 باش تدخل الصحراء الغربية، شنو هي السلطة السياسية اللي كانت في هذاك المكان ذاك الوقت؟ اخويا رضا ماشي ذاك الوقت كانوا امبراطوريات، كان المغرب هو اللي كان شد حتى الجزائر حتى الموريتانيا. امبراطوريات حتى امبراطوريات الامبراطوريات طرت لي مالي على الامبراطوريات. انا ما سويتك على الامبراطوريات. انا شوف اسمع 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 انا اعطيني اسم ممثل الامبراطوريه المغربيه في الصحراء الغربية من جات إسبانيا باش تدخلها. دابا كدير واحد السؤال اخويا رضا، هذاك السؤال اللي غادي نجاوبك عليه ما كاينش في ذاك الوقت باش نجاوبك عليه. لو كان كاين غادي نجاوبك عليه. حنا كنا أمة واحدة، حنا كنا أمة واحدة. يا الزهراوي يا الزهراوي شوف أنا تقول واش حنا كنا قبائل؟ دابا حتى حنا دابا في الريف غادي نديروا الجمهورية. دابا حتى حنا بغينا نديروا الجمهورية. اسمعني الله يطول عمرك اسمعني اسمعني، راه حنا نتحاوروا نتحاوروا اسمعني، راه ماشي تضحك صافي راك اسمعني. واخا سير قول لي السلطة السياسية اللي كانت في الصحراء الغربية منين جاتها إسبانيا؟ السلطة السياسية اللي تحكم. شوف في ذاك الوقت قبل ما يكونوا الدول كنا الزهراوي. شوف انت انت قاعد تقول لي ما نعرف الا عاد تعرف. قول لي شوف اسمع لي اسمع ما كانش في ذاك الوقت باش نجاوبك عليه. واسمع وقول لي ما كانت، قول لي ما كانت، علاش تقول لي قسمنا كرطرطان طاطا الامبراطوريه مات الامبراطوريه؟ كان المغرب والجزائر والموريتانيا. اعطيني الامبراطور، اعطيني الامبراطور، اعطيني شوف اعطيني من هو الامبراطور هذا اللي كان على راس الامبراطوريه المغربيه؟ منين كان منين كانوا الدول كانت الدول المرابطيه كانوا ذاك الوقت؟ اعطيني اسم الامبراطور. اعطيني اسم الامبراطور. اسمع اسمع اعطيني اسم الامبراطور اللي كان على راس الامبراطوريه. هذا عادي ما كانش امبراطور. شوف ما كانش امبراطوريه. اسمع اسمع شوف ما كانش امبراطوريه وحدها ما عندها ما عندها امبراطور. هي الامبراطوريه مع امبراطور. اعطيني الامبراطور في ذاك الوقت منين كان الاستعمار، منين دخلنا احنا الاستعمار؟ احنا الزهراوي الزهراوي اعطيني اسم الامبراطور اللي كان على راس الامبراطوريه.
كانوا بزاف ديال الامراء، راه كانوا اعطيني الامبراطوريه. اسم، اعطيني اسم لامبراطور، اعطيني اسم واحد لامبراطور كان ينقال له الامبراطور على راس الامبراطوريه المغربيه. كاين مولاي اسماعيل، كاين ادريس الاول، كاين راه كاين بزاف، راه ماشي كاين غير واحد وهاب. شكون 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 اخويا رضا، شوف الله يرحم شكون الوالدين، اسمع شكون لي، شوف شكون شكون كل عام. شكون امبراطور؟ اسمع 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 اسمع، راه والله الناس تضحك فيكم. شتو انتوما دراك كافدين واحد التاريخ ما نعرف منين قارينه، والله انا ما عرفت منين قريتو انتوما هذا التاريخ. الامبراطوريه وحنا كنا امبراطوريه وكن اوكي وانا التاريخ باين، وكن... التاريخ وباين انت دابا راك في اوروبا، سير غير عند الاندلس تقرا التاريخ. وباين انا راني في الماضي ندخل غير وباين ملي نقرا التاريخ، واسمع راه التاريخ راه واسمع يا مكتوب. الزهراوي، واعطينا اسم الامبراطور، واش كاينه شي امبراطوريه بلا امبراطور؟ اعطينا الامبراطور هذا اللي كان عندكم، ما هو عندكم؟ راه غير ما هو مولاي كاين؟ اسماعيل بركه، غير مولاي اسماعيل راه بركه. اسمع شوف، يا اسمع مولاي اسمع، شوف اسمع، هل سمعت انت شي نهار قالوا لكم الامبراطور مولاي اسماعيل؟ شوف اخويا رضا، دابا حنايا واش سمعت، واش سمعت شي نهار انت، انت شي سمعت شي نهار في التاريخ المغربي قالوا لكم الامبراطور مولاي اسماعيل؟ راه كل شيء كيفاش، واش سمعت؟ واش سمعت، واش سمعت شي نهار شي مغربي يقول لك الامبراطور مولاي اسماعيل؟ المغرب كان امبراطوريات ماشي وحده اللي دارت واحد. وكان دابا امبراطوري، واش دابا حنا نرجعوا للموضوع اسمع ديالنا، حنا هو شوف كان نرجعوا امبراطور، للموضوع، واش الصحراء اسكت مغربيه ولا ماشي اعطيني، مغربيه؟ هذا هو الجواب يلا اللي بغيتي نتايا. يلا واش اعطيني اسم في الحرب الحاكم اللي العالميه، في الحرب اعطيني اسم، العالميه شوف منين دخل، اسمع منين دخلوا شمال واسمع اسمع افريقيا هما اللي واسمع قسمونا، اسمع حنا كنا امه واحده. واسمع اسمع واسمع اسمع، هذاك الكلام ما عنده ما يقدم ولا يأخر، هو هذاك الكلام لو كانت عنده شي فائده حسام بها الحسن الثاني مشكله الصحراء الغربيه، حسام بها قبل ما يموت. انت هذه الصحراء الغربيه انت جغرافيا ولكن في الواقع راه مغربيه، واسمع المغرب راه داير واسمعني الاستثمار تما، كاين واسمع اي حاجه كاينه تما، راه ما تقدرش تجي واسمعني تجي اسمعني الواقع، راه واسمعني مستحيل، هذاك الشيء راه كاين في العقل في الخيال، وما في الواقع واسمعني اسمع، راه وا كلشي الواقع مغربي تما. واش تذاك الواقع ومات الواقع؟ عطينا التاريخ وتذاك الواقع راه وماتت كنقول لك الواقع التاريخ، ومر راه كنقول لك التاريخ، الامبراطورية ما خليتينيش وما نقول لك التاريخ. تاريخ، شوف اعطيني اسم للشخص اللي كان عينه الامبراطور هذا اللي قلت لي انت، اللي كان معينه على الصحراء الغربية شوف في في ذاك الوقت، في ذاك الوقت الصحراء واش كانت مغربية؟ في ذاك الوقت ما كاين لا حدود، ما كاين لا كي سميتو، راه كنا كل شيء واحد، وامشي الجزائر وامشي والمغرب كنا. وامشي 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 واعطينا، اعطينا اعطينا اسم، اعطينا اسم، اعطينا اسم، اسم 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 اسم، اعطينا اسم. اما الامبراطور والامبراطوريه، شنو الامبراطور؟ الامبراطوريه تاش امبراطوريه، وعدتو تاكلوا القاموس في 2023، ماني عارف انا هذه الامبراطوريه منين مشات عنكم، منين مشات، فين مشات هذيك الامبراطوريه اللي تتكلموا عنها، منين؟ شكون اللي سرقها عليكم؟ بنتو ما باتت ما صبحت والله. مساكين يوسف الراقي. يوسف تفضل، يوسف الراقي تفضل، يوسف تفضل. السباعي اوفيسيا تفضل، السباعي تفضل. وعليكم السلام. هذاك الاخ وقيل غير غلط خانوا التعبير، ما سميتوش امبراطور، سميتو السلطان، السلاطين اللي كانوا كي تتعرف بعد كي اللي ولاد حتى تتأدب بعد، تعرف راسك انت شكون، انت منهم، جن والله انس والله شكون. امبراطور الا كانت انتم عندكم الامبراطوريه خاصنا احنا صافي نقفلوا اللايف. اسماعيل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما انت الا خائن، ما انت الا كلب من الكلاب. نعم دي مستور الله يخليك، اسمع هذا اسماعيل قال لك كذا الخائن، اسمع حتى هي داخله في اسمه، صافي صافي ان شاء الله، صافي اسماعيل صافي، كنا هنا ان شاء الله. خائن، تري كنت معاك ومشيت عنك والله، خائن.
أنت خائن، خائن هو سيدك محمد السادس اللص الفاسد المجرم اللي نهب الأموال واداها لبنما وسويسرا وخلاك أنت جيعان تحت واحد الحيطان في المغرب تتشمس، هذاك هو الخائن الحقيقي، ولكن مساكن ما تقدروا تقولوها له وليكم خايفين منه، وحنا نقولوها له. سيدك هو الخائن المجرم الفاسد محمد السادس طبعا، ياك تعرف محمد السادس. هذه المرة إن شاء الله اللي قال خائن نقولوا له نذكروه بسيده. المهم تخيل. أم البنات، أم البنات تفضل. أخي الخائن سيدي ماشي سيدنا، سيدنا نعم بزاف. نعم الخائن هو سيدك محمد السادس، خائن هو سيدك محمد السادس اللص الفاسد زوج أبو زعيطر، عرفتي؟ هاي المرة إن شاء الله اللي قال بكم خائن نذكره بسيده، ولا تموت جيبوا اللعنة لسيدكم وشينات. الخائن هو سيدكم محمد السادس الفاسد اللص اللي كال أموالكم وكال أموال الشعب الصحراوي، وراهو منشغل معاكم بزعيطر وصافي، هذاك هو الخائن الحقيقي. ما شخنت لكم أنا من بيني معاكم، شخنت لكم ما اش تعرفون، تعرفون الخائن تقولها مرأة مشي عنها راجل فقط، أنا ما كنت معاكم ما جبش، أنا خنتكم كاملين انتوا 40 مليون مغربي كنتوا. سبحان الله صافي، رانا هنا الشيء اللي انتوا بغيتوا. المتوكل تفضل. الخائن الله يعليك الوالي الخائن. نعم الخائن، نعم اسمع اسم الخائن هو سيدك محمد السادس اللص الفاسد المجرم زوج ابو زعيطر. هو شفت شنو عدل لكم انتم، انتم بغيتوا سيدكم ينسب احنا نسبوه، ونسبوه بالحقيقه هو الخائن، هو واحد يقبض 8 ملاير و500 مليون دولار وطرحها في البنما وسويسرا، ما هو خائن، واحد خائن الامانه اللي هي خدمه الشعب المغربي، هذاك هو الخائن. صافي اش بغيتوا، احنا بغيت نذكركم نذكركم بسيدكم، احنا نذكركم بسيدكم وراي بصحته، احنا ما احنا ما قلنا كاع بصحته، والله ما هي بصحته، المهم هو خائن صح، هذاك هو الخائن الحقيقي خاصكم انتم تسموه. علي الزين مرحبا وسهلا، علي الزين مرحبا. إذا لا أحد يجيب على السؤال، هل الصحراء مغربية قبل 75؟ يا الله ما كاين حد، ولا حد. أبو حفص تفضل. أبو حفص وعليكم السلام ورحمة الله. الصحراء نعم، عرفنا بنفسك شوية، شوية مصداع. الله يخليك، أنا أبو حفص من المغرب. أنا أبو حفص من المغرب. ما انا سامعينك يا اخي، اذا كان ممكن تمشي لشي مكان. ما اوكي اوكي اوكي، انا ابو حفصه من مراكش. مرحبا وسهلا، يلا اعطينا راحنا متعطشين، احنا متعطشين للجواب، بغينا حد يجاوبنا على هذا السؤال اللي ما كان حد قد يجاوبنا عليه. انا جاوبك على السؤال اللي انت بتعرف السؤال. نعم الصحراء المغربيه كره من كره احب ومن احب. باش 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 راه شوف يعني، اسمع اسمع شوف نعم شوف هذاك ما نعم هذاك واش لا تقول الامم المتحده تقول الصحراء المغربيه كره من كره وحب من احب. شوف انا نقول لك، انا اعطيك دقائق مساحه باش تعبر انت بالحجج والادله والوثائق التاريخيه نعم على انها الصحراء المغربيه قبل 75. يلا يعني وتفضل. المغرب يعني قبل ما تكون الصحراء المغربيه، المغرب يعني كان يحكم الجزائر وليبيا ومصر، يعني المغرب العربي كان مغرب واحد قبل ان يحكمش المغرب يحكمش كان يحكم بالجزائر وتونس و... لحظة 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 وموريتانيا. نعم نعم لحظة 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 كان شي يحكمش الجزائر، الجزائر ايه وتونس، تونس ايه وليبيا و... وموريتانيا ليبيا. موريتانيا وليبيا وموريتانيا خمس كان حاكم. يا سلام. نعم نعم. شو من سنة شو من سنة؟ سنة 454 هجرية. 454 هجرية، وشكون كان هيك الساعة ملك المغرب ولا رئيس المغرب؟ يوسف بن تنسافين.
يوسف انت شافينا ايوا، ومن بعد استرسلنا في التاريخ من بعد. نعم شو وقع من بعد؟ شو وقع من بعد؟ شو وقع حتى مشات، شوف حتى شوف حتى مشات ليبيا ومشات موريتانيا ومشات الجزائر وبقات لكم فقط بقى لكم الاستعمار. الاستعمار هو اللي فرق، اللي فرق العرب كل الدول دار المستعمرات. شنو سنه فرق؟ 1960 والله ما عرف 1900 لا اعرف يعني ما نعرف كيفاش قسمهم. قسم دار دويلت. كيفاش قسمهم؟ يعني كل دولة لا حط عطاء اسم ديالها، يعني المغرب بوحدو، الجزائر بوحدو، تونس وموريتانيا كلهم بوحدهم. وعليها اسمه. وهذيك الساعة كنتم شنو مبنجين انتم هذيك الساعة منين استفقتوا؟ علاه ما تمشوا تطالبوا بليبيا وتطالبوا بالجزائر وتطالبوا بموريتانيا وتسترجعوا؟ احنا لا احنا 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 ماشي باش قبل ما تكون هذه الأمم المتحدة ولا 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 يعني الأمم المتحدة ما درت. أنا سؤالي، أنا شوف أنا سؤالي، هذه نعم. الدول اللي عادت دولكم علاه ما تسترجعوها؟ الاستعمار قسمها لاش باش تنتظم قسمها الاستعمار. شوف قسمها الاستعمار، الاستعمار قسمها نعم. لكن علاه ما نعم. تسترجعوها؟ علاه ما تسترجعوها؟ ترجع تعودكم. لا أعرف، لا أدري لماذا لم تسترجعوها. لا تعرف لا تعرف شوف ما استرجعتوا سبته، ما استرجعتوا مليلي، ما استرجعتوا موريتان، ما استرجعتوا ليبيا، ما استرجعتوا الجزائر، ما استرجعتوا تونس. مشكله هذه. احنا نتكلم الان عن الصحراء المغربيه، ليس انا حتى هي راه فيها مشكله. والان نحن في صحرائنا، نحن الحمد لله في صحرائنا. ايه غير شوف غير اسمعني شوف نعم. المجال الجوي للصحراء الغربيه لمن يتبع؟ المغرب. المغرب اوكي. والبحر؟ المغرب يعني في يعني المغرب شنو الدول اللي تعتبر له حدود؟ المغرب له حدوده. اه من منين الى منين حدوده؟ راه من تندوف. من تندوف اه الى منين؟ الى 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 سميتو. علاش علاش الى شمال؟ الى شمال المغرب. من شمال المغرب مثلا، من شمال المغرب الى اين في الصحراء؟ الى تندوف. الحدود راه بيننا وبين كاين واحد، وكاين واحد نعم؟ كاين واحد منطقه اسمها القويره حتى هي. القويره اه القويره لا تابع للمغرب حتى هي كذلك. ولكن سبحان الله على ما يدخلوها المغاربه. سندخلوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ستدخلونها مع بعد سبته ولا وراها واش؟ سندخلوا احنا. انا اتكلم معك عن الصحراء، لست بالسبته. لا اهضر، لا اتكلم على السبته. اوكي غير انت اتكلم معك عن الصحراء المغربيه. انت سؤال القويره. اسمع القويره. سؤال ديالك مطروح هنا في اللايف. لماذا القويره الصحراء المغربيه؟ انت تقول لا تدخل لي في بارك في رمضان. نعم تدخل لي في شعر بارك في رمضان. انت تسؤال انت السؤال المطروح ديالك هنا عن الصحراء المغربيه، وهل الصحراء مغربيه ام لا؟ انت تدخل القوار. وانا اقول لك الصحراء مغربيه. غير انت تدخلها القوار. انت تدخل القوار. ان شاء الله غندخلوا الا. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم كان السحر فاقتله. مساكين ما هذا الشيء طلاف. هذه هي مساكين ما عندهم جواب، ما عندهم جواب. الجزائر لهم، تونس لهم، وليبيا لهم، وموريتانيا لهم. إن لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا مشيتوا في هذه التبهة والشعوب كم وتعالوا نهار يقروا يسترجعوكم. تا
تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم، نلتقي إن شاء الله في كيس آخر. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء. شيء طيب، مرحبا وسهلا.